صباح الفل يا حبيبتي، يلا صحصحي كده، اصلا انا هنزل الشغل. انت اول مره تغيبي كل ده في النوم. معلش يا حبيبي، اصلا ما نمتش طول الليل، كنت بفكر وخايفه جدا من رد فعل مامتك لما تعرف اني حامل في بنتين، مش عارفه هتعمل ايه. ما تشغليش بالك، ده رزق بتاع ربنا وانا فاهمها، ما تقلقيش. المهم دلوقتي قوم يلا ننزل عشان انا ورايا شغل ومتاخر عليه. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ النهارده معانا مشكله تقريبا بتحصل في كل مكان وكمان في كل بيت، ويلا بينا ندخل على قصة أحمد ومريم، مش هطول عليكم. وبالفعل أحمد راح على شغله ومريم نزلت لحماتها، وأول ما نزلت أم أحمد بتقول يا مريم، كل يوم والتاني بتروحي للدكتور، معقولة كل ده ما قالكيش اللي بطنك صبيان ولا بنات، ولا انت عارفة حاجة ومخبيها عليا؟ لا يا ماما، لسه ما نعرفش هما نوعهم ايه، أصل هما توأم، أم صاحب بطني ضيقة والدكتور مش عارف يعرف نوعهم ايه. طيب ماشي، انا حذرتك وعرفتك ان اللي بطنك دول لو طلعوا بنات تاخدي بعضك كده وتروحي على بيت اهلك، وانا بقى هجوز ابني واحده تانية تجيب له بقى صبيان، انت فاهمه ولا لا؟ هو الموضوع ده بايدي انا؟ ده بيد ربنا، سواء يعني كانوا بنات ولا صبيان، هو انا اللي بتحكم يعني؟ ولو الواحده بتتحكم في البنات او الصبيان كان زمان بقى كل الحريم جابوا صبيان. انا ما فهمش انا في الكلام ده، كل الستات هي اللي بتجيب الصبيان. اختي جوزت بنتها الكبيره وجابت ولدين، وانا بحذرك اهو، انت لو جبتي صبيان هتروحي عند امك، وانا بقى هجوز ابني لواحده من عيال اخواتي اللي بيخلفوا صبيان. انا قلت اللي عندي. يعني هم يا ماما ممكن ما يخلفوش بنات تاني خالص؟ يعني هي كل خلفتهم صبيان؟ عرفتي منين بقى؟ مين اللي اداكي الضمان عشان تقولي بنت؟ انت بتكلميني كده ليه؟ هو انت بتتريقي عليا يا حبيبتي ولا ايه؟ بقول لك ايه، الواحده بتبان كده من اول خلفه، ولو خلفتها صبيان بتخلف صبيان، انما بقى لو اول خلفتها بنات بتفضل تخلف بنات في بنات. انا ما يهمنيش الكلام ده ولا حتى عادي يهمني اسلوبك ده، وانا بقى عايز اعرفك ان اللي في بطني دول بنات، وانا مش هستعر من عيالي، ودي نعمه ربنا اداها لي وانا هحافظ عليها غصب عن اي حد، حتى لو انا رحت عند اهلي هكون مبسوطه بخلفتي وانهم طلعوا بنات، واللي انت بقى عايزه تعمليه اعمليه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انت بتقولي بنات؟ يعني اللي في بطنك دول طلعوا بنات؟ ليه بس يا ربي، انا عملت ايه يا رب عشان تعمل فيا كده وتبقى خلفت ابني بنات؟ ليه يا رب انا عملت ايه؟ هنا بقى احمد دخل وكان سامع ربع كلام. انت ايه اللي بتقولي ده يا امي؟ انت المفروض تفرحي لي وتفرحي ان انا هخلف وان هيجي لي عيال وعزوه، ومهما كان نوعهم ايه بس المهم يكون عندي عيال، اذا كانوا بقى بنات او صبيان اهم عيالي واقول فرحتي من الدنيا. انت ليه بقى قاعده بتصوتي وبتعملي كل ده؟ ليه بتفولي علينا وكان في حاجه حصلت لنا؟ في يا ماما، انت جيت يا احمد؟ انت مش كنت رايح الشغل؟ ربنا خلاني انسى مفتاح العربيه عشان ارجع تاني وادخل اسمع كلام امي الست المحترمه اللي واقفه بتصوت عشان قال ايه ابنها يخلف بنات، بدل ما تفرح له وتزهرت وتملى الدنيا زغريت، وكمان تروح تطلع صدق للفقراء عشان ربنا يبارك لنا في عيالنا. قال ايه قاعده بتصوت؟ ايه ده يا احمد، وهدي صوتك شويه، حماتي بس متعصبه شويه، وهي شويه وهتروق وهتحمد ربنا والدنيا تبقى احسن ان شاء الله. انت عايزه توقعي ما بيني وما بين ابني؟ ايوه، انا مش هقبل بالعيال دول ولا عايزه البنات دول. وانت بقى يا احمد هتتجوز بنت خالتك؟ يعني هتتجوز بنت خالتك اللي هما بيجيبوا صبيان؟ انا عايزه ابني يبقى خلفته صبيان، عايزه اجوزه واحده تجيب له اربع صبيان كده، انما انت بقى هتجيبي له بنتين في بطن واحده؟ لا، الكلام ده بقى كله عمري ما اقدر استحمله ابدا. ماما شيلي فكره الجواز دي من دماغك خالص. اسمعيني كويس يا ماما، انا بحب مراتي وهعيش معاها الحلوه والمره. لا طبعا، انا استحاله اسكت، هي ضحكت عليك وقالت لك مشكله الخلفه بتاعت البنات دي بتبقى من الراجل؟ لا، هي اللي قدمها فقر، هي اللي بتخلف البنات. انا هجوزك واحده بتخلف بدل الولد اتنين وتلاته واربعه، وبكره تشوف. بس انت اسمع كلام امك. هو اللي عايده ازيده؟ بقولك بحب مراتي وحابب عيالي وحابب بقى ان انا يجيلي بنات منها، ومش عايز صبيان، وحتى لو خلفتي كلها بنات انا راضي وفرحان ومبسوط، مش عايز اي حاجه من الدنيا غير ان ربنا يكمل مراتي على خير وامسك عيالي واخدهم في حضني بس كده. هي ضحكت عليك ولا عملت لك عمل ولا ايه؟ يا ابني اسمع كلامي، وانت ايه ذنبك انك تخلف بنات بس؟ اللي زيك يا ابني معهم صبيان كتير، وانت زيك زي الناس لازم يبقى معاك صبيان. يا ابني اسمعني، هجوزك بنت خالتك ولو ما جابتلكش الصبيان ابقى اقول بقى امي غلطانه، تمام؟ وقبل ما احمد يكمل كلامه كانت خالته وبنت خالته جم على البيت. انت واقف قدام امك وبتزعلها عشان خاطر واحده بتخلف بنات؟ انت مالك بيها؟ ما ترميها في الشارع، وانا هجوزك بنتي من الصبح. ايوه، هي قلبتك كده ليه؟ ده انت لو اتجوزتني ده انا هخلف لك بدل عيل 10، ده انا اختي صلاته على النبي كده الله اكبر يعني خلفت ولدين في بطن واحده، مش زي واحده
انا والله حتى ما عارفه هو بيحبك على ايه. ده انت حتى ولا شكل ولا منظر. انا هتكلم مع خالتك دلوقتي وهنجهز معاك كتب الكتاب، وهتكتب على بنت خالتك وهتسمع كلامي وهتتجوزها، عشان انا بقى مش هقبل بالبنات دي مهما حصل. انت ليه عايزه تخربي حياتي بالشكل ده؟ حرام عليكي، ده جوزي وانا ماليش ذنب ان بطني بنات، ربنا هو اللي رزقني بيهم، وان شاء الله بعد كده ربنا يرزقنا بالصبيان. بس واحده واحده، مفيش حاجه بتيجي في الدنيا كده، وان شاء الله ربنا يرزقنا برضو بالولد. ارحمينا بقى وادي شويه. انت تسكتي خالص، من النهارده جوزك ده هيبقى بتاعي انا. هو اساسا من زمان كان المفروض يبقى بتاعي، بس انت بقى جيتي وضحكتي عليه واخدتيه مني واتجوزتيه بسبب بقى مكر الحريم بتاعك ده. ها خلصت خناقه عليا؟ احب بقى اقول لكم اللي عندي. وانت يا استاذه مايا خطفت الرجاله وعايز عادي كده تيجي تاخديني من مراتي؟ احب اقول لك مش مراتي هي اللي خطفتني منك، انت اللي عايزه تخطفيني دلوقتي، وكلام الهبل بتاعك ده. تاني حاجه بقى، مراتي ضفرها برقبتك اللي انت بتغلطي فيها. انت بتغلط في بنت خالتك عشان واحده فقر زي دي؟ دي هتجيب لك الفقر وخلفه البنات يا ابني. يا ماما طالما انت مصممه على قرارك انا مش هقعد في البيت ده لحظه واحده. انا هاخد مراتي وهمشي وهربي بقى بناتي وعايش حياه مرتاحه وبعيد عنك، وهسيبك بقى انت قاعده هنا لوحدك ومع افكارك ومع اختك وبنت اختك اللي بيلعبوا في دماغك. بالراحه يا احمد، واحده واحده، وان شاء الله حماتي هتفهم ان ماليش ذنب في كل ده. ما تعيطيش يا مريم، انا ما استحملش اشوف اللي هما بيعملوا في كده. انا بحبك انت وانت مراتي وحبه قلبي، وبقول لك قدام الكل اهو انا عمري ما اقدر استغنى عنك ولا في اي واحده تانية في الدنيا دي كلها تعجبني غيرك. انت مراتي وام بناتي وهتفضلوا فوق دماغي لحد اخر يوم في عمري. يعني انت بتشتريها وبتبيع امك؟ انا امك اللي جابتك على الدنيا دي، المفروض تحترمني وتسمع كلامي. يا ستي اعتبريني عيل وحش، اعتبريني رحت، واعتبري بقى ان ما بقاش ليكي ابن تاني. طب استنى يا احمد استنى، بالله عليك ما تمشيش، انا يا ابني ما اقدرش اعيش من غيرك. انا همي عليك، انا خايفه ان انت تبقى خلفتك كلها بنات وبس. والله انا عادي يا امي لو انت هتغيري رايك في موضوع الجواز ده وهتتقبلي عيالي وتفرحي بيهم. وانا استحاله اتقبل عيالك دول مهما حصل، دول بنات، انا مش بقبل غير الصبيان وبس. وانت لازم تسمع كلامي انا وترمي مراتك دي في قلب الشارع. خلاص يا امي انا اخرج من حياتك انا ومراتي للابد، وبيخلي اختك وبنت اختك ينفعوكي. سلام. واحمد فعلا طلع وبدا يحضر هدومه ومريم معاه، بس اتفاجئ ان امه وخالته مي واقفين له على باب الشقه، وامه كلمت وقالت عايزين تخرجوا من البيت ده؟ تمام اخرجوا، بس من غير ما تاخدوا اي حاجه ولا حتى هدومكم. البيت ده وكل اللي فيه بتاعي انا، وطالما بقى انت اشتريت مراتك يبقى اشتريت العداوه بتاعتي يا احمد. ماشي خلي الهدوم تنفعك يا امي، بس بكره تعرفي بقى مين هو الصح ومين الغلط. واحمد اخد مريم وخرجوا من البيت. احنا هنروح فين يا احمد؟ انت ما عندكش شقه تانية، هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا كلمت عمي وهو حضر لنا شقه عنده في البيت، واحنا هنروح نقعد فيها مؤقتا لحد ما اشتري شقه. وبالفعل احمد اخد مريم وراحوا على بيت عمه. احنا اسفين جدا يا عمو ان احنا هننتقل عليك ونيجي يعني نقعد معاك. يا حبيبتي ولا تقولي ولا اي حاجه، ده انتوا حتى هتونسوني زي ما انت شايفه، انا عايش لوحدي في البيت ده كله. ربنا يخليك لينا يا عمي، ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا رب. وعم احمد، بس قول لي يا احمد ايه اللي خلاك تسيب بيت مامتك انت ومراتك وتيجوا على هنا يا حبيبي؟ في حاجه ولا ايه؟ احمد بدا يحكي لعمه كل حاجه حصلت وكل اللي امه عملته، وعم احمد كان مذهول جدا ومش متوقع ان لسه في حد بيفكر بنفس التفكير ده. معلش يا عيال، هي تفكيرها عامل زي تفكير الناس القديمه، ربنا يديها وتعرف ان الصح وفين الغلط، وان شاء الله الظروف كلها تتصلح. وعم احمد اخدهم وطلعهم على الشقه عشان يرتاحوا شويه، وقال لهم ان الشقه دي من النهارده بتاعتهم هما ويقعدوا فيها زي ما يحبوا. وفي مكان تاني كانت ام احمد وخالت احمد ومي وبيخططوا ان هما يعملوا اي حاجه تبعد احمد عن مريم. احنا لازم نتصرف، ما ينفعش ان انت تسيبي ابنك كده ليها، ده ابنك الوحيد وهي كده خليته يكرهك ويبعد عنك. بس دي لسه ما شافتش الوش التاني مني، ولا هي ولا احمد، وخلاص من النهارده انا اعتبرت ابني راح من ساعه ما بعني. انا خلاص ما عنديش عيال ولازم بقى انتقم منها، وانا كمان لازم اطلع عينيها يا خالتي زي ما هي حرمتني ان انا اتجوز الانسان اللي انا بحبه وراحت لفت عليه واتجوزته. ما تزعليش يا حبيبتي، الصبر ده انا هخلي ايامها كلها سواد، بس لازم نفكر كويس احنا هنعمل ايه. احنا لازم نرجعهم على البيت هنا تاني عشان نعرف ننتقم منهم. ام احمد واختها ومي فضلوا يخططوا يعملوا ايه، وكان قلبهم مليان بالحقد والشر تجاه مريم، وكانوا عايزين ينتقموا منها باي شكل. انا خايفه قوي يا احمد، ما اعرفش ليه حاسه ان مامتك مش هتسكت على كل ده، انا قلقانه قوي وبشوف كوابيس وحشه قوي. ما تيجي نرضيها يا احمد ونرجع البيت بدل ما تاذينا وتعمل فينا حاجه. ليه مريم بتقولي كده؟ امي اي نعم يعني بتتكلم كتير ومش عايزه خلف بناته ما اعرفش ايه، بس هي مستحيل تعمل اي حاجه فيكي وحشه ولا فيا. امي مش ست مؤذيه ابدا. ما تقلقيش يا حبيبتي، ده كله بس تفكير، ده كله بس تفكير منك زايد مش اكتر.
انا بجد يا احمد ما بقتش عارفة اثق في مامتك دي تاني ابدا. مهما حصل قلبي مش مطوعني ابدا وخايفة منها، عشان انا متأكدة دلوقتي ان هي مفكرة ان انت اشتريتني وبعتها هي، وان هي مش غلطانة. بلاش القلق زايد عن اللزوم ده يا حبيبتي، ان شاء الله كل حاجة تصلح مع الوقت، وانا بعمل كده عشان خاطر هي مع الوقت تقتنع وتتقبل عينا عادي. يا رب يا احمد، يا رب الامور كلها تتصلح ومامتك ترجع عن تفكيرها ده وتفرح بعيالنا كده يا رب. وتليفون احمد رن وكانت مامته اللي بتتصل بيه. الو، ايوه يا ماما، محتاجه حاجه ابعتها لك؟ انت برضو ملزومه مني لحد اخر يوم في عمري، واللي انت عايزاه كله انا هبعته لك. ايوه يا حبيبي، انا محتاجك انت ومراتك ترجعوا على البيت. انا خلاص عرفت غلطتي وعرفت ان انا كنت غلطانه في حقكم، وخلاص انا هتقبل عيالك وهفرح بيهم. بس تعالى وما تسيبنيش، ولا انت بقى بتحب مراتك اكتر مني؟ لا طبعا بحبك انت كمان يا ماما، بس انت اللي اضطرتيني ان انا اعمل كده عشان هدي المشاكل دي كلها. لا خلاص يا احمد، مفيش اي مشاكل، انا هفرح بيهم وكمان هعمل اكل ووزعه على اهل الحته عشان ربنا يبارك فيهم ويجوا سلام ومعافين. بجد يا ماما ما تعرفش كلامك ده فرحني قد ايه. يعني نرجع البيت ومش هيبقى في اي مشاكل تاني يا ماما؟ لا يا حبيبي، مش هيكون في اي مشاكل تاني، انا اللي كنت غلطانه وخلاص عرفت غلطي. يلا بقى يا حبيبي ارجع البيت. احمد قفل التليفون وبص لمريم وحكى لها على المكالمه، وكانوا مبسوطين جدا ومش مصدقين انها اقتنعت بسرعه دي، وان هم اخيرا المشاكل في حياتهم انتهت. بس ما كانوش يعرفوا ان ده اول باب اكبر مشكله هتواجههم في حياتهم. بصي يا مي، انتي لازم تاخدي كده امك دلوقتي وتمشي، عشان هم هيجوا البيت ولو شافوكم هيفكروا ان انا لسه مقتنعه بكلامي. وانا بقى عايزه اثبت قدام احمد ان خلاص انا اتقبلت الموضوع ده، وان انا فرحانه بعياله، ولازم اطلعها هي اللي شريره في الحكايه دي. سامعاني؟ الله عليك يا خالتي لما تفكري وتكتكي. انا عايزك بقى يا خالتي تخليه يكرهها عشان يحبني انا ويرجع لي انا، ماشي يا خالتي؟ حاضر حاضر يا عيون خالتك. دي هتشوف مني اللي عمرها ما شافته. وبعد مرور حوالي ساعتين احمد ومريم وصلوا على البيت، وكانت ام احمد بتقابلهم بضحك مصطنع ومبينه قدام احمد انها ما في زيها. نورتوا البيت، نورت بيتك يا حبيب امك، وما تطلعش من هنا تاني ابدا يا حبيبي، ماشي؟ انا كنت عارف يا ماما ان انا مش هون عليكي ابدا، ان انا ابعد عنك، وان انت هتقتنعي وتفرحي بعيالي وكمان تبستي. امال ايه، هو انا عندي غيرك ولا ايه؟ كان اللي ظهر كله قدامهم الحلو بس. ومريم كانت قلقانه جدا من تصرفات حماتها، وكانت واقفه وببص لها وبتتكلم ما بينها وبين نفسها وبتقول، هو انا ليه مش مبسوطه بعد كل ده؟ انا عندي احساس كده ان في حاجه وحشه هتحصل، وحاسه ان هي قصده تعمل كده قدام احمد، حاسه انها تعمل حاجه بعد كل الضحك والرقص والفرح ده كله. ايه يا مريم مالك سرحانه في ايه؟ انت مش فرحانه ولا ان انت رجعتي على البيت، ولا انت كنت عايزه ابني يبقى بعيد عني؟ لا والله يا حماتي، انا عمري ما كنت عايزه اخلي ابنك يبعد عنك ابدا، والله انا فرحانه جدا ان احنا رجعنا البيت، بس اعذريني معلش تعبانه شويه ومحتاجه اطلع ارتاح في شقتي. خلاص يا ماما سيبيها تطلع ترتاح في الشقه، وانا يا مريم اروح اخلص شويه شغل كده واجي كمان ساعتين. واحمد راح على شغله ومريم طلعت على شقتها، بس قبل ما تدخل اوضتها وتنام شويه على السرير لقيت حماتها داخله وراها وماسكه تليفون في ايديها وبتتصل باحمد. واول ما احمد رد على التليفون اتكلمت وقالت، ليه بتعملي فيا كده يا مريم؟ ليه بتضربيني يا بنتي بالطريقه دي؟ كل ده يعني عشان خاطر عايزه ارجع ابني على البيت تقومي تضربيني بالطريقه دي؟ اه ما هو مش عارف حقيقتك. سمعت يا احمد، سمعت مراتك بتضربني ازاي؟ بعد ما قالت الكلمتين بتوعها دول قفلت الخط وفضلت تضحك بصوت عالي جدا، وكانت مريم واقفه قدامها ومصدومه ومش قادره تنطق ولا تقول ولا كلمه، ومش مصدقه كل الفيلم اللي حصل ده. ايه رايك بقى في تمثيلي؟ انفع امثل واعمل افلام صح؟ دلوقتي بقى احمد هيجي وهيزعقلك ويكرهك، ولسه هتشوفي وهتشوفي. اصبري عليا، ده انا هخليه يكرهك ويرميكي في الشارع بمزاجه ومن غير ما انا اتدخل خالص. ايه رايك فيا بقى؟ حسب الله ونعم الوكيل فيكي، انت مش انسانه ابدا، انت ازاي بتعرفي تمثلي وتعملي كل الحركات دي؟ واحمد وصل على البيت وصدق ان مريم ضربت امه، لان امه كانت بتعيط بطريقه جامده جدا، وفضل يزعق مع مريم، ومريم ما كانتش عارفه تبرر موقفها خالص. صدقني يا احمد انا ما عملتش اي حاجه، انا ما اعرفش كل ده حصل ازاي. ولا كلمه يا مريم، الموضوع خلص لحد هنا. انت من قبل ما تيجي هنا وانت كنت زعلانه ومتضايقه قوي ان احنا راجعين على البيت تاني، بس ما توصلش للدرجه دي، حسابي معاكي بعدين. شفتي يا احمد امك حصل لها ايه؟ امك اتبهدلت واتضربت عشان خاطر بتحبك. عرفت ان هي انسانة مش كويسة ومش بتحبك ولا بتحبني، عشان كده انا عملت فيها كل اللي عملته قبل كده. فضل برضو مستمر في الزهق لمريم، ومريم كانت بتعيط، وكانت ام احمد بتبصلها بنظرات كلها شماتة وكمان حقد.
احمد اخد مامته ونزل بيها وصلها لحد شقتها وما طلعش تاني فوق، وفضلت مريم قاعده في الشقه لوحدها وبتعيط. وبعد مرور حوالي 3 ساعات كده كان احمد لسه برضو ما جاش على البيت، وكانت مريم قاعده لوحدها في الشقه، وفجاه طلعت حماتها عندها تاني. ايه رايك بقى في اللي انا عملته الصبح؟ خلت احمد يزعق لك ويبهدلك، ودلوقتي بقى هعمل اللي اكبر منه اللي عمره ما يخطر على بالك. هتعملي ايه؟ ابعدي عني، ابعدي عني، انا هسيب لكم الدنيا كلها وهمشي، هروح عند اهلي. ابعدي عني، انت عايزه مني ايه؟ انا جايبه لك 2 حريم كده يضربوكي علقه محترمه لحد ما اللي في بطنك ده ينزل، وقتها اقول لاحمد ان انت اللي فضلتي تنطي 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 من على السرير لحد ما سقطتي نفسك عشان خاطر هو زعق لك. ايه رايك بقى؟ وهو طبعا هيصدقني، ما انا امه. ابعدي عني انت والناس اللي معاكي دي احسن لك. والله العظيم انا اللي هوديكم السجن ومش هسيب حقي، ولو حصل لي اي حاجه انا وعيالي مش هسكت غير لما كلكم تخشوا السجن. ابعدوا عني، ابعدوا. خوفتيني قوي والله. يلا يا بنات شوفوا شغلكم، انا عايزاها تشوفوا بعينها وما تطولهوش. ابعدوا عني، الحقوني يا ناس، الحقوني. وقبل ما حد يحط ايده على مريم او حتى يلمسها، احمد دخل وبعله صوته قال: ايه ده؟ اطلعوا بره بره، انا هوديكم كلكم 60 داهيه. ايه يا احمد مالك متعصب كده ليه؟ دول جايين بس عشان يساعدوا مريم في شغل البيت. اوعى يا احمد تصدقها، دي جايبه الناس ديت عشان تعمل حاجه في عيالي اللي في بطني، عايزاهم يضربوني عشان خاطري صدقني انا. انا عمري في حياتي ما كذبت عليك قبل كده. ايه دي يا مريم، انا مصدقك، وانا زعقت لك الصبح عشان خاطر امي تصدق ان انا بقيت واقف في صفها، انما انا عارف ان انت ما لمستهاش ولا ضربتيها، بس عملت كده عشان كنت شاكك ان امي بتخطط لحاجه، وحطيت جهاز تصنت هنا في قلب البيت وما رضيتش ارجع على البيت من ساعه ما زعقت لك عشان اعرف امي عايزه توصل لايه. يا لهوي اسمع بس يا احمد، انا مش قصدي كل ده، انا كنت عايزه اربيها واعلمها الادب بس، وان هي يعني ازاي تكره ابني فيا مش اكتر. انا عمري في حياتي ما كنت اتوقع ان امي بالقسوه دي بقى معقول عايزه تعمل حاجه في عيالي. وتاني حاجه بقى، هي ما كرهتنيش فيكي ولا هي كرهتك اصلا، بس انت تصرفاتك اللي خلتني ابعد عنك، ودلوقتي تصرفاتك هتخليكي انت اللي تبعدي عني خالص. انت طبعا يا اختي مبسوطه ومفكره ان انت كده كسبتي عليا، فاكره ان انت خليتي كده ابني يكرهني؟ لا خالص، انا بقى مش هسيبك تتهني باللي في بطنك برضو. وبعدها ام احمد خلت الحريم اللي معاها يمسكوا احمد، وفضل احمد يقاومهم لحد ما ضربهم، وهي فضلت تضرب في مريم بس مريم قدرت تقاومها، ودخلت الاوضه وقفلت على نفسها الباب واتصلت بالشرطه. واحمد قال: ماما انت ليه بتعملي كده؟ خليتيني اضرب 2 حريم ومخليهم يمسكوا ابنك، ليه؟ ها ليه بتعملي فيها كده؟ ليه بتضربي مراتي قدامي؟ عايزه تخليها تروح هي والعيال اللي في بطنها؟ مش هي كرهتك فيا؟ وهي دلوقتي تاني اللي انتصرت عليا، فانا لازم انتصر عليها، وطالما طلعت انا الشريره يبقى اطلع الشريره للاخر واروح لها عيالها زي ما هي اخدت مني ابني. وفجاه الشرطه وصلت على البيت، والضابط دخل وقبض على ام احمد وكمان الستات اللي معاها وخدوهم ومشي. واحمد ومريم راحوا على مركز الشرطه، ومريم حكت على كل اللي حصل. ام احمد قالت: احمد خليها تتنزل على القضيه دي، انا بحذرك اهو، انت ازاي يعني هتخليها ترمي امك في قلب السجن؟ انا امك برضو، القضيه دي بقى قضيتي انا، وحتى لو هتقف على طلاقي من ابنك مش هتنزل عنها، زي بالظبط ما كنت عايزه تقهريني على عيالي. للاسف انت ما سبتليش فرصه يا امي ان انا ابرر موقفك او حتى اني اقف صفك، ده انا خايفه اقولها تتنزل عن قضيه تطلعي وتحاولي تعملي حاجه في عيالي تاني. وانا استحاله تنزل يا احمد حتى لو انت طلبت مني، لان اللي انا شفته منها كان صعب جدا، وانا ما عنديش اغلى من عيالي اللي في بطني، حتى هم اغلى منك انت يا احمد، ولازم مامتك بقى تاخد عقوبتها، يمكن السجن ده يعرفي غلطتك. وبعدها مريم رفضت خالص انها تتنزل عن قضيه، وخرجت هي واحمد من المركز، بس احمد كان حزين جدا وعمال يعيط، لان هي برضو امه في الاول وفي الاخر، وكان صعبان عليه ان امه في العمر ده وتفضل موجوده في السجن. انا اسفه يا احمد، انا عارفه ان انت حزين على مامتك، بس اظن اللي عملته فيا دوت ما يشفع عليهاش ابدا ان انا اتنزل عن قضيه. انا عارف يا مريم، ومش بكلم معاكي في حاجه، لان انا ذات نفسي خايف ان هي لو طلعت تجيب ناس تانية وتفكر ان هي تنتقم منك وتعمل حاجه في عيالنا. وبعد مرور شهر كان جه معاد ولاده مريم، ومريم كانت تعبانه جدا، وبعد وقت ولدت وجابت بنتين زي القمر وقامت بالسلامه. واول حاجه عملتها بعد ما قامت بالسلامه انها راحت واتنزلت عن قضيه وطلعت حماتها من السجن. وقدام المركز احمد كان بيقول: بعد كل اللي عملته فيكي ده ورحتي اتنزلتي وطلعتيها؟ انا كنت خايفه ان هي تاذيني وانا حامل، انما دلوقتي الحمد لله انا ولدت، فما فيش داعي بقى ان هي تفضل قاعده في السجن، هي برضو ست كبيره في السن، بس ده ما يمنعش ان انا سامحها او ان انا هعيش معاها في نفس البيت تاني ابدا.
سامحوني، انا عرفت غلطي خلاص، ارجوكم سامحوني، ارجعوا عيشوا معايا من تاني، انا اتغيرت والله. وشكرا لك يا مريم ان انت خرجتيني من السجن ده. يا ام احنا وثقنا فيكي مره وخلاص، ما بقاش في عندنا ثقه تاني. اي حاجه تحتاجيها انا تحت امرك وهجيبها لك، بس ان احنا نعيش معاكي تاني بيت واحد ده مستحيل. ام احمد فضلت تعيط وتحاول ترضيهم عشان يرجعوا تاني يعيشوا معاها، لكن اللي كسر عمره ما بيتصلح. ومن غير حتى ما يردوا عليها اخدوا بعضهم ومشوا وراحوا على بيتهم من جديد. وفضلت ام احمد ندمانة على كل بتعمله، وفضلت تحاول مرة واثنين وتلاتة ان هي تصالحهم، بس للأسف هم كانوا بيخافوا على نفسهم وكمان على عيالهم، فهم شايفين ان ما ينفعش ابدا